بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. خلصنا الفيديو الأخير، موضوع الضبط العام للسنوات المالية، وفهمنا يعني سنة مالية وإزاي أعمل عليها شهور مالية ونعمل لها إغلاق وفتح سنة مالية. طيب، موضوع الإغلاق سنة مالية ده هو بيكون إيه آخر مادة معانا في الدورة إن شاء الله تعالى. بعد كده عندي أهم جزء، عندي بعد كده جزء الفروع، لازم نعمل تكوين الفروع. في فرق ما بين الفروع والأقسام الداخلية. أنا دلوقتي مثلا شركة معينة عندي فروع، الفروع دي مثلا عبارة عن إيه؟ منشآت صغيرة، منشآت دي عندي فيها إيه؟ موظفين، يبقى أنا كده إيه؟ عندي تعدد الفروع. في الغالب بيكون نظام واحد اتش آر، تمام؟ هو اللي بيدير كل الفروع اللي عندي، فلازم كل موظف عندي يكون تابع لفرع. داخل الفرع ده هو بيكون عندي مجموعة من المنشآت، زي مثلا الأمن، الاستقبال، عيادات، أيا كان القسم بتاعك في النشاط بتاعك. طيب، يبقى أنا كده محتاج أعمل إيه؟ أعمل جدول الفروع. هنا كده عندي إيه؟ نعمل تيرمينال، هنعمل إيه؟ ملف جديد في الميجريشن، نعمل من خلاله إيه؟ جدول بتاعنا. أقول له بي اتش بي ارتيزان ميك، اعمل لي ايه؟ مايجريشن، ملف جديد، هعمل كرييت، هسميه يا شباب برانشز كده اهو، برانشز اندرسكور تيبل، تمام كده ايه؟ اعمل انتر. هيعمل لي ايه الملف بتاعي في المايجريشن، تمام كده اهو. طيب عندي كده هو في الداتابيس مايجريشن، هو ملف ذلي، ملف جديد. هنا عندي التيبل ايه برانشز، وعندي تايم ستامب. طيب هنا كده نبدا ايه نعمل ليه اسم الفرع. اسم الفرع هنا اقول له ايه؟ تيبل من نوع سترينج فارشار، واسم العمود بتاعي هسميه نيم، ونديله وليكن مثلا طول بتاعه 225. بعد كده عندي لازم الفرع يكون ليه، لازم الفرع يكون عندي ليه ايه؟ ليه ادرس، تمام، ليه عنوان، تمام. وبعد كده لازم يكون ليه ارقام تليفونات فونز، طبعا دي ايه اجباريه. والفرع بيكون ليه ايميل، الفرع بيكون ليه ايميل، مثلا الايميل مثلا نخليه 50، وهنا كده ايه الايميل يقبل النل نلبل، تمام. انما الفون والادرس والنيم دول ايه ريكوايرد، لازم يدخلهم. طيب عندي النيم والادرس والفون والايميل، وكمان بعد كده هنا كده ايه عندي نوتس عن يعني ملاحظات عن الفرع. فهنا النوتش دي مثلا نخليها ايه، او يعني هو مش لازم النوتش عندك، مش لازم، مش شرط تعملها يعني. بعد الايميل هنا عندي حالة التفعيل، تمام. فهنا عندي التيبل فرع ده مفعل او معطل، فهنا ايه اعمل اكتف، فده ممنوع تني انتجر، تمام. اسم العمود ايه؟ اكتف. وهنا الديفولت فاليو هنخليها ايه؟ واحد مفعل. طيب بعد كده عندي الادمن اللي ضاف الفرع ده اهو، تيبل هنعمل عمود من نوع انتجر، انتجر ادد باي الادمن اللي ضاف الفرع. بعد كده ايه لو حصل له ابديت فنقول ايه ابديتد باي، مين اللي عمل له ابديتد باي، وطبعا ده ايه يقبل النل في الاول نلبل. وكمان عندي بعد كده كود الشركه، كود الشركه هنا عندي ايه عملناه انتجر، انتجر كم كود، تمام كده يا شباب. يبقى انا كده عملت ايه؟
كده عملت الاي دي والنيم والادرس والفون والايميل والتفعيل ومين اللي ضاف وتحديث مين اللي حدث والكام كود بس كده اهو. كده اعمل ايه؟ اعمل ران للملف بتاعي في التيرمينال، نيو تيرمينال، اقول له ايه بي اتش بي ارتيزان مايجريت، اعمل لي ران. عملنا ران الجدول بتاعي كده اللي جينا ايه، تعالى معايا كده نعمل ريفرش عندي على قاعده البيانات برانشز اهو، نزل لي ايه ستراكشر، ايه عمل لي هنا ايه، عمل لي الحقول اللي عندي تمام. طيب تعالى معايا كده نعمل ايه، هنعمل الموديل بتاعه، الموديل الخاص بيه، فاقول له بي اتش بي ارتيزان ميك موديل، اسميه ايه برانش، برانشز، لكن صح نخليه ايه، نخليه يبدا بحرف كابيتال ونخليه ايه سنجل، اقول له ايه موديل برانش كده اهو، انتر. كده عمل الموديل بتاعي. تعالى معاك نشوف فوق كده ايه اب موديلز برانش، هنا كده هو شايف ان الجدول بتاعي اسمه ايه برانشز. عاوز تعرف هنا تقول له ايه بروتكتد وتيبل، تمام، تقول له كده ايه اسمه ايه برانشز كان بيها، هو كده كده شايفه اسمه برانشز. وهنا نعرف الفيلابل اللي عندي الحقول بروتكتد فيلابل هيساوي، وهنا كده ايه نجيب الحقول اللي عندي. هنا كده نعمل اس كيو ال من النيم شيفت، هنا اختار الحقول اللي عندي، اعمل بيس الحقول ونعمل ريبليس العلامه دي بالسنجل كيوت اللي عندك، ريبليس اول، وكمان العلامة دي ايه نفس الكلام ريبليس اول. كده عملنا العقول اللي عندي. طيب احنا قلنا ايه يا شباب، قلنا اخر مرة لما اشتغل على الراوت اللي عندي بعد كده هنشتغل على الراوت كنترولر مش هنشتغل على الريسورس. عملنا على القناة قبل كده استفتاء والاغلبية اختارت ايه الراوت كنترولر، يعني ايه هنا اهو عندي على الادمن ادمن راوت راوتس ادمن، احنا شرحنا مثال على الراوت ريسورس، لكن احنا ايه هنكمل بعد كده ايه بالراوت كنترولر بشكل ايه بشكل عادي. طيب يبقى انا كده ايه اول حاجه هعمل هنا معاك كنترول بتاع الموديل بتاعي، نعمل ايه بي اتش بي ارتيزان ميك، اعمل لي ايه كنترولر في الادمن فولدر هنسميه ايه برانش، برانشز كنترولر، انتر، ممتاز. تعال معايا كده ايه نشوف هنا كده ايه عامل لك كنترولر اتش تي بي كنترولر ادمن اهو. هنا هنعمل اول حاجه نعمل امبورت للموديل بتاعنا، يوز اب مودلز اللي هو ايه برانش، وهنا عندي نعمل داله الاندكس بابليك فانكشن اندكس يا شباب، وهنا كده ايه نعرف هنا نعمل امبورت للكنترول بتاعنا برانش كنترولر، ونبدا ايه نعرف ايه هنا كده اهو نعمل ايه نقول له بدايه الفروع ستارت برانشز. طيب هنا كده نعمل ايه، نعمل راوت من نوع جيت
تمام سلاش هيروح على مين؟ على برانشز تمام كده اهو. و هنا هيروح على الكنترول بتاعنا اللي هو ايه برانشز كنترولر دالة الاندكس وهنديله نيم كمان اللي هو ايه برانشز دوت اندكس ده النيم بتاع الراوت بتاعي برانشز دوت اندكس. طيب بعد كده هنعمل ليه هنا كده نعمل ليه لينك في القائمة الجانبية اللي عندي هنعمل لينك ليه هنا كده عندك فين هتروح معايا على فين يا شباب هنا ايه في الريسورسز هنروح على الفيوز ادمن انكلود سايد بار وهنا كده ازود لي ايه لينك جديد اخد دي كوبي كنترول سي اقول له ايه الفروع اللي عندي هنا الواحد مين يا شباب هيروح على برانشز دوت اندكس اهو ده اسم الراوت بتاعي برانشز دوت اندكس. طيب كده يفرش معايا اهو عمل الفروع ثم بعد كده هنعمل ايه بعدين هنعمل ليه ايه ملف ريسورس بتاعنا. طيب تعال معاك نشوف عندك في الادمن فاينانشال كاليندر ده اهو هناخده كوبي تمام كنترول سي كوبي وهنا كده ايه فوق كده نعمل ايه نعمل بيست وهنسميه ايه برانشز كده عملنا ايه عملنا نسخ لمين للكرييت والاندكس والابديت. طيب تعال معاك على الاندكس هنا عندي ايه يا شباب فوق هنغير هنا عندي التايتل بتاعي ايه الفروع ضبط العام تمام وهنا ايه الفروع وهنا نقول له بيانات مين الفروع بيانات الفروع هنا عرض هنا اضافه جديد هيروح على مين هيروح معاك على الكرييت تمام هيروح على برانشز هنا اقول له ايه كرييت. طيب هنا عندي كده في ادمن راوت هنعمل ايه راوت جديد من نوع جيت اللي هو مين برانشز سلاش كرييت كده اهو عاوز تخليها من غير سلاش يعني برانشز كده وكرييت تمام وهنا نقول له ايه يروح على دالة الكرييت هنا كرييت عندك هنا الكنترول بتاعنا نعمل ايه نعمل بابليك فانكشن هنسميها ايه هنسميها كرييت هنا عندك في الاندكس طب عندك ايه اول حاجه كود الفرع ثم اسم الفرع الاسم ثم يكون عندك بعد كده ايه العنوان الهاتف وبعد كده عندي عنوان هاتف الايميل او بريد الكتروني ثم حالة التفعيل وكده مين اللي ضاف ومين اللي عمل تحديث. طيب هنا كده يا شباب ايه عندك كده في الكنترول بتاعنا احنا عاوزين نبدا ايه نشتغل بموضوع الهيلبر يعني ايه هيلبر عندك كده اهو يا شباب هنا ايه مثلا كنترول ده اهو اللي هو ايه مثلا فانسر كاليندر هنا مثلا كان عندك في الاندكس او الستور هنا ممكن اعمل ايه يعني مثلا اغير في الترتيب مثلا سيلكت خليها مثلا بعد او قبل اقول مثلا وير كذا اعمل سيلكت كذا فانا مش حابب ان ايه ان الناس اللي معايا مثلا في المشروع بتاعي اللي شغال معايا مثلا مش حابب ان كل حد يكتب ايه الكود بطريقه ايه
تخصه هو، انا عاوز الكل شغال اسطمبه واحده، الكل شغال اسطمبه واحده. طيب فهنا كده يا شباب انا عاوز اعمل ايه؟ هنعمل مع بعض الهيلبر، هنعمل هيلبر، والهيلبر ده هو يعني هنا مثلا بدل ما اقول له سيلكت لا اقول له ايه؟ داله اسمها جيت كولز وير، هبعت لها استراكشر معين تمام، فالكل يشتغل بيها ايه بنفس الاستراكشر، الابديت، التعديل، الباجينيشن تمام، البحث. فانا اعمل كده ايه؟ اعمل بيها هيلبر بحيث الناس اللي معايا في المشروع بتاعي الكل يشتغل ايه اسطمبه واحده تمام. فان شاء الله تعالى باذن الله نعمل الكلام ده في الفيديو القادم، فكونوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.